هلو ناتالي، صباح الخير. صباح الخير. اليوم المشاهدين وانا رح نتعلم عن موضوع الفيتامين اي، فيتامين او يلي بنعرف انه مهم. انا شخصيا معلوماتي موقفه على انه الفيتامين او كثير منيح على الحروقات. وقفت هون، فانت اليوم رح تقولي لنا وين رح نلاقي الفيتامين او وشو منافعها من ناحيه التغذيه كمان. صح، صباح الخير اول شيء للمشاهدين وينعاد على الجميع، بوناني للكل. هلا اكيد باول السنه لازم دائما نفكر نشوف شو الاشياء الموجوده بهالفتره من او بهالموسم هيدا، ونشوف شو فوائدها. ومن الاشياء اللي اكثر شيء موجوده ولازم نستفيد منها هي الماكولات اللي بتحتوي على الفيتامين اي. مشان هيك هلا رح نشوف اياها بتحتوي على نسبه عاليه من هالنوع من الفيتامين، وشو اهميه هالفيتامين لصحتنا. هلا الفيتامين موجود بكثير من الماكولات، يمكن ما بنعرف انه هالماكولات هاي بتحتوي على كميه مهمه من الفيتامين اي. منها اكثر شيء هي زيوت النباتيه اللي نحن بنستهلكها يوميا بنظامنا الغذائي وكل السنه اكيد. بس الاشياء اللي يمكن هلا اكثر شيء موسميه ويمكن ما بنعرف انه بتحتوي على كميه فيتامين اي هي البطاطا الحلوه. البطاطا الحلوه هي من الماكولات اللي صحيح بنعرفها غنيه بالالياف، غنيه ب مش كلها بس اللي لونها هيك اورانج، غنيه بالفيتامين ا كمان، بس كمان هي من المصادر الجيده لهالنوع من الفيتامين. كمان هلا رح نحكي عن المصادر، بس خلينا نشوف اول شيء شو اهميه الفيتامين او بصحتنا. الفيتامين او معروف انه هو من الفيتامينات اللي مهمه جدا لتكافح الفري راديكلز او المواد اللي ممكن انه نكون نحن نتعرض لها وقت اللي نتعرض لتلوث، وقت اللي نتعرض كمان كثير من الامراض ان كانت سرطانيه او امراض تصلب الشرايين. هي اولا نسبة عالية من الفري راديكلز، يعني من الأكسدة أكسيداسيون الخلايا. الفيتامين أو موجودة تتكافح هل كمية الأكسيداسيون اللي ممكن أنه تعرضنا لكثير من المشاكل. هلا الفيتامين أو هي من الفيتامينات اللي ليبوسولوبل، يعني ضروري انه بتذوب بالدهون، موجوده اكثر شيء مع الدهون. مشان هيك الاشخاص اللي بيكون عندهم نقص بهالفيتامين او واللي هن اشخاص نسبتهم قليله، يعني النقص بالفيتامين او منه موجود هيك بكثره مثل غير انواع من الفيتامينات اللي يمكن نعرفها اكثر من الفيتامين يمكن بدوز او الفولات او غير انواع من الفيتامينات، لانه هالفيتامين هاي مبدئيا موجوده بالماكولات وكمان مشاكل امتصاصها قليله. بس الاشخاص اللي عندهم نقص بالفيتامين او هن اشخاص عندهم مشاكل بامتصاص الدهون، اشخاص عندهم مشاكل يمكن بالفيزيكول بيليير او يعني الكبد ما بيقدر يوصل هالحوامض اللي لازم نحن بحاجه لها تنهضم الدهون. كمان ممكن انه يكون في نقص بهالنوع من الفيتامين عند الاشخاص اللي بيكون عم بيتناولوا نسبه دهون كثير واطيه بحميتهم الغذائيه. في كثير اشخاص خاصه هلا من بعد فتره الاعياد يمكن كثير بخففوا نسبه الدهون باكلهم كرمال تا يمكن يعوضوا عن كثرة الدهون. هلا اكيد لفتره اسبوعين ثلاثه مش مشكله، بس وقت اللي نتبع حميه غذائيه كثير نسبة الدهون فيها واطية لفترة طويلة بيصير في ريسك انه يصير في عندنا نقص بهالنوع من الفيتامين. الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالامتصاص مثل مصرانهم ما بيمتص بطريقة صحيحة، عم نحكي نحن هون عن ملادي كرون، عم نحكي عن مشاكل كمان الاشخاص اللي عندهم ميكوفيسيدوز، هن اشخاص معرضين اكثر من غيرهم يكون عندهم نقص. بس بقية الناس اللي صحتهم منيحة بس الحمد لله هول امراض منها كثير موجودة بكثرة. لا مزبوط، نسبتهم مثل ما كنت عم بقول قليلة، نسبة هالاشخاص هول منها كثير عالية. هلا بس انا هون بيهمني انه هيك ضوي على شغله كثير مهمه، هي انه من كثير هيك بنسمع انه اوكي بما انه الفيتامين او انتي اوكسيدان خلينا نكثر منه، خلينا ناخذ عشوائيا، لانه كمان الفيتامين او بيساعد المناعه، الفيتامين او بيساعد كمان مشاكل تصلب الشرايين ما يصير في اكسده بالال دي ال، دونك كمان مهم. الفيتامين او بيساعد كمان على الشعر وللبشره، بيساعدها انه تكون عندها مناعه اقوى. أوكي. دونك الناس
بتروح دغري بتاخذ مكملات غذائيه بتحتوي على الفيتامين او. شو بيصير اذا كثرنا؟ هلا كثرة الفيتامين او في دراسات فرجت انه او من فتره كنا نقول انه دراسات فرجت انه الفيتامين او بتحمي من انواع من السرطان، منها سرطان المصران، سرطان البروستات، وكمان سرطان انواع من سرطان الثدي. هلا دراسات مختلفة وعديدة، بس لسوء الحظ الدراسات فرجت أنه منهم كتير إفكاس، بالعكس ببعض الأحيان ممكن أنه تزيد الإصابة ببعض أنواع من السرطان، لأنه الخلايا ببعض الأحيان تتجاوب بطريقة غير صحيحة، وما منعرف بعد كيف بيصير هالشانجمان هيدا. هلأ احترنا، هلأ صار في حالة ضياع، شو بدنا نعمل؟ الكونكلوزيون هي انه المكملات الغذائية عادة بتحتوي على معدلات كثير عالية من الفيتامين او، اكثر بكثير من احتياجاتنا اليومية. اوكي، دونك نحن وقت اللي ناخذ هالفيتامين اللي هو مبدئيا كثير مهم ونحن بحاجة له، لانه الاشخاص اللي كان عندهم نقص بهالفيتامينات معرضين لامراض، بس نحن منا بحاجة للكميات الهائلة اللي موجودة بالمكملات الغذائية. أوكي. يعني لازم ناخذ الفيتامين او من الماكولات، لازم نتكل على مصدر الفيتامين او من الاكل، لانه الاكل بالاجمال حتى لو كان مدعم بالفيتامين او بضل سيف، بضل امن، ما بيعرضنا للريسك اللي ممكن عند بعض الاشخاص كثرة الفيتامين او تكون سيئة بدل ما تكون جيدة. هل شيء بيطبق لأكترية الفيتامينات؟ هل بتوافق الرأي انه ناخذ الفيتامينات من ماكولات صحية افضل من ناخذهم من مكملات غذائية؟ هلا معظم الفيتامينات مزبوط افضل ناخذها من الماكولات، بس في بعض الحالات الشخص بحاجه ياخذ مكملات. يعني المكملات الغذائيه ما انعملت هيك، انعملت لبعض الحالات عند الاشخاص اللي هن بحاجه ياخذوا كميات اعلى من المعدل. عم بحكي انا هون عن الحديد، عم بحكي عن الفيتامين B12، عن الفولات. في اشخاص بحاجه لمكملات غذائيه، بس لسوء الحظ لانه هو لمكملات غذائيه اوفر ذا كاونتر، يعني مين ما كان بيقدر يروح يطلب هالمكملات هاي، دونك ممكن عند بعض الاشخاص هيدا بدل ما يكون يفيد يصير بالعكس يضر. هلا وين شو اهم مصادر هالنوع من الفيتامين؟ اهم مصادر مثل ما كنت عم بقول هي الزيوت. يعني نحن وقت اللي ناخذ مثلا ملعقتين طبخ زيت، اكثر زيوت فيها فيتامين او هي زيت دوار الشمس، زيت كمان الذرة، هن من اهم مصادر الفيتامين او. نحن عم نحكي كزيوت، زيت الزيتون بيحتوي على الفيتامين او بس مش بنفس المعدل الموجود بزيت الذرة وزيت دوار الشمس. اذا اخذنا مثلا طبخه سبانخ ورز، نعم اوكي، السبانخ هي وقت اللي نحكي عن تقريبا صحن سبانخ، نحن بنكون عم ناخذ تقريبا تلت احتياجاتنا اليوميه بالفيتامين او، لانه كمان السبانخ بتحتوي على فيتامين او. دونك وقت اللي ناخذ طبخه سبانخ ورز، نحن بنكون تقريبا عم ناخذ بهالصحن هيدا، اذا طبخنا بزيت درة او زيت دوار الشمس، بنكون عم ناخذ تقريبا حوالي 40% من احتياجاتنا اليوميه لهالفيتامين. اذا قليت السنوبرات بزيت بتاخذي شوي زياده، مش منك بحاجه تقلي سنوبر كرمال الفيتامين اي. لا، في لانه السنوبر كمان هو من المصادر الجيده اللي بيحتوي على الفيتامين او. المكسرات مثل ما اليوم جايبه معي كمان هي من اهم مصادر الفيتامين او. اخذنا عشيه راس بطاطا، او مش ضروره راس كامل، نص راس بطاطا حلوه مع العشاء، حطينا الصبح مع اللبن تبعولنا، يمكن شويه لوز، شويه فستق سوداني، لانه فوالا الفستق السوداني واللوز والبزر الدوار الشمس، هلا هي كمان صارت من الاشياء اللي يمكن ممكن انه ناخذها. نحن عم نحكي هون تقريبا عن 30 جرام من هالمكسرات هي، نحن بنكون امننا احتياجاتنا اليوميه لهالنوع من الفيتامين. هلا منه بس بس حتى بعاد، يعني عم تحكي عم تعطي كميات طبيعيه، يعني واحد بياكل من وقت لوقت صحن سبانخ. مش هي منه بس بسبانخ، كل الخضره خاصه الخضره الورقيه فيها نسبه هلا اقل من الزيوت، بس فيها كمان نسبه مهمه من هالنوع من الفيتامين. أوكي. البروكولي بيحتوي كمان، يعني منه بس انا عم بعطيك اهم مصادر الفيتامين او. الويت جيرم يعني قلب القمحه اللي هي عاليه بالزيوت،
هلا صار عم ينعمل منها زيت كمان، هي من اعلى مصادر او من اهم مصادر هالنوع من الفيتامين. ملعقه واحده بالنهار بتعطيك كل احتياجاتك اليوميه من هالنوع من الفيتامين، يعني مش بحاجه حتى نزيد يمكن غير انواع من الزيوت. للي ما بيحب البطاطا الحلوه مع انه من اطيب شيء. صح. لكن فيتامين اي من الفيتامينز الاساسيه. نعم. اللي بتساعد على انه نحارب كل الاشياء المسمه اللي بنتنفسها اللي بناكلها اللي حوالينا. صح. مهمه جدا، بس بدنا ننتبه انه ما نكثر منها مثل كل انواع الفيتامينات او المكملات الغذائيه. نعم. اللي موجوده، لانه ممكن انه ببعض الاحيان بدل ما تفيد تصير تضر. والفيتامين او خاصه اذا اخذت لوحدها، يعني بنحكي كمان عن اهميه الفيتامين او، بتساعد كثير وقت اللي الشخص مع العمر بيصير يفقد النظر، بنسميها هيدي ماكولر ديجنريشن. هالنوع من المشاكل ممكن يستفيدوا الاشخاص اللي بيكون عندهم يعني اول مراحل هالمشكله هاي. استهلاك كمية فيتامين أو بعض الأحيان بيستعين الطبيب بمكملات غذائية، بس لازم تكون موجودة مع غير أنواع من الفيتامين، مشان هيك ما لازم ناخذها عشوائيا لوحدنا، نستشير دائما. أكيد الأكل بضل أفضل مصدر. ناتالي أغيت، ميرسي على كل هالمعلومات حول فيتامين أو. ناخذ بريك وبخبركم شو راح تتابعوا ليلى على MTV.